دورة من حق حقيقي للفريق الوطني. شاهدنا مقابلة قوية الشوط الأول للفريق الوطني، الشوط الثاني نسبيا المنتخب الأنغولي كان الأفضل، إنما كاختبار كان اختبارا مهما. مباراة عادة الثقة أظن عميد أسود النادي المغربي، أنت تشاطر من الرأي بطبيعة الحال. فالكل شاهد على أن المقابلة كانت قوية وأن المنتخب المغربي كان يعني متحكم زمام المباراة، يعني نقول لك 70% ديال المقابلة كانت يعني في صالح المنتخب المغربي. وكنا عارفين أن المنتخب عنده واحد البادير، عنده واحد الميزة وهي أنه يسجل عليك في الأول وفي الآخر، يعني كان خاصنا نسجله ونحتاطه في نفس الوقت. والحمد لله الكل شاهد على أن التشكيلة اللي دخلت اليوم فأدت مقابلة جميلة وبينت على الروح القتالية ديالها، وهذا غيعطينا واحد الدفع معنوي ان شاء الله في المقابله الجايه باش نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ندير اظن بان الشيء الناس اللي شادوا المقابله الاولى بين جنوب افريقيا والراس الاخضر مقارنه بالمقابله الثانيه، اظن بان الان على حسب ما شاهدنا المغرب وانغولا هم المرشحان. كرة القدم الواحد ما يقدرش يتنبأ لها يعني بمقابلة أو اثنين، يعني أرضية الملعب هي اللي تتحكم. يعني لو جوغ جي اللي غلبوا فيه مقابلة ضد الرأس الأخضر، فنتمنى أننا نأديو مقابلة أحسن من هذه اللي قمنا بها ونخليو رجلينا في الأرض يعني ونزيدوا لقدام ونحققوا إن شاء الله نتيجة إيجابية اللي تخولنا نمروا للدور المقبل إن شاء الله. ندير الكل يعرف يعلم بأن هذه المقابلة جرت بجوهانسبورغ في ارتفاع سطح البحر 1600 متر، هذا عائق كبير على المستوى النفسي. الآن غترجعوا مدينة دوربان الشاطئية، أظن أن العامل النفسي والعنصر التنفسي يكون أفضل. الحمد لله، فمنذ القدوم ديالنا يعني لجوهانسبورغ وحنا تنتمرنوا في العلو اللي قلتي، وتأقلمنا مع يعني واحد نقول لك 90% حتى 100%، والحمد لله هذا غادي يساعدنا في المقابلة اللي غادي يلعبوا في دوربان، ونتمنى أننا إن شاء الله نكونوا جاهزين ونحققوا التأهل إن شاء الله. شكرا نادي المغربي عميد الاسود، اتمنى لك التوفيق الى جانب باقي اللاعبين. اذا نوعدكم سيدتي وسادتي مباشره من ملعب سوكر سيتي، القاكم في مناسبات قادمه بحول الله.